وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا بي قرحة لو أنها بي لملمين نسفت جوانبه وساخ يلملم قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان فيتهم إلى أن يقول ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشرد ويزيد في لذاته يتنعم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكيتم لقوا ضضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلفهم محمد من ابني لحالة محمد يا خلوق تشجي الأعادي مشقوق جيبه ويلطميل هامه وينادي يا حسين لا تسوق الضعن ذايب وفادي ريض لخيك بالضعن يا قر من الوجد نشفت دمعته وكل ما نهطى وكل ما يلومون صفاق راحته صار لحد يسليني ترى مني الأخرى كلكم ما تدرون بمصابي يا موسي هل لي يقودون الضعاين النشابة قلبي ما هو باني عليهم بسلامة خوفي يظل هالضعن بس نسوى ويتامى ريض لخيك بالضعن يا قرة
ولكن الأمر لله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الجليل في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من ضمن السنن القرآنية التي وعدنا أن نتكلم عن بعضها ونتعرف على شيء من سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه بواسطتها، سنة الاستخلاف، والتي يتممها سنة أخرى وهي سنة الإمامة، لكن الليلة نتحدث عن سنة الاستخلاف. الاستخلاف بمعنى أن يكون الإنسان على الأرض خليفة لله، وهذا الاستخلاف يبدأ بشكل فردي وينتهي بشكل جماعي، يعني يبدأ بشخص المعصوم، بشخص الإمام مثلا أو بشخص النبي، فيربي جماعة وقاعدة تؤمن بأفكاره بقضاياه، فبعبارة أخرى يأخذها نحو الهداية، يهدي هذا جيل أو هذا القسم من الأمة، إلى أن هم أيضا يتمثلون في الأرض أحكام الله، يطبقون إرادة الله التشريعية، يعني الله جاء بأحكام شرعية على مستوى الشريعة، وهناك تعتمد هذه الأحكام على شيء أسبق وهو الطريق والمنهاج، ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا، المنهاج أو الطريقة يعبر عنها القرآن، هذه أصول الدين، وعندنا شيء يقال له الشريعة، مجموعة التفريعات والتفصيلات اللي أبرزها الأمور الفقهية يلتزم بها الإنسان ويتابع إمامه ويتابع نبيه ويتابع خليفة الله، فيصير الإنسان بمستوى من المستويات أيضا خليفة لله. هذا معنى أن الخلافة تبدأ بشكل فردي ثم تتحول إلى شكل جماعي، هذا إذا استقام الناس على الطريقة. أما إذا لم يستقيموا هذا معنى أن الناس أصبحوا غير خلفاء لله على الأرض، وبالتالي مو فقط هم راح لن يتابعوا خليفتهم الأصل، هذا الخليفة الأصل يعني إلا الله جعله خليفة على الناس، جعله إماما أو وصيا أو نبيا أو أرسله من قبل نبي، كل هذه العناوين تشمله، هذا أيضا الله سبحانه وتعالى يرفعه عن الناس، يبعده عن الناس بشكل من الأشكال. فإما هذا الشخص الذي بدأت الإمامة به، إما أن الناس تتابعه فيصيرون على استقامة وخط، وإما أن ينحرفوا. طبعا إذا استقاموا راح يوصل إلى درجة من درجات العصمة، المجتمع نفسه يصير معصوم. هذه نظرية السيد محمد صادق الصدر في كتابه اليوم الموعود
عند موسوعة من أربعة مجلدات كلها عن الإمام المهدي سلام الله عليه، يبحث تاريخ الغيبة الصغرى، تاريخ الجزء المجلد الثاني تاريخ الغيبة الكبرى، المجلد الثالث اليوم الموعود، المجلد الرابع قرابة 900 صفحة عن ظهور الإمام ودولة الإمام وعلامات الظهور. فدراسة مستوعبة وخير دراسة في وقتها بالذات، خير دراسة للإمام الحجة سلام الله عليه. في هذا كتاب اليوم الموعود عنده نظرية يقول على أن المجتمع في عصر الإمام الحجة هو يصير معصوم ملتزم مستقيم إلى درجة شنو؟ العصمة. وهذا قد يكون واضح ليش يعني هذا الأمر يؤشر عليه، أنه في عصر الإمام الحجة التربية الدينية والأخلاقية والأمور والأهداف التي جاء بها الأنبياء تنكشف للناس انكشاف تام بفعل التكثيف التربية والإرشاد والهداية والتعليم، يصل الناس إلى هذا المستوى. خاصة إذا قلنا العصمة تعني أن هذا الإنسان يعني جانب العلم في العصمة، تفسر العصمة على أساس العلم. مثلا هذا الإنسان معصوم من شرب هذا الكأس من الماء، ليش؟ لأنه يعرف هذا الكأس إذا يشربه يموت، فيه سم، السم كبير يقتله، فهذا تقول ما يخطأ ويشرب شنو؟ الماء، يعني ما يغلط. يقول لك هذا ماء إذا أشربه وهو فيه سم أموت. فالعلم يعصم الإنسان من الوقوع في إيش؟ في الخطورة، من الوقوع في هذا الأمر وهو الموت بواسطة شرب السم. يقول يصل الناس إلى درجة، يعني هذا شرح للفكرة، يصل الناس إلى درجة أن المجتمع يصير معصوم. إحنا هذا المقدار الذي تعلم عليه الآيات إن العصمة تبدأ بشكل فردي من خلال خلافة الله، أما أن المجتمع يكتسب العصمة ذاك شيء آخر. المقدار الذي واضح أنه تبدأ مسألة الخلافة والاستخلاف يعني في الأرض من قبل الله للإنسان بالنحو الفردي، يرسل إليهم رسول نبي أو يجعل إليهم إمام وصي، هذه خلافة، هذه سنة من سنن القرآن الكريم، ويدير الله سبحانه وتعالى المجتمع بواسطة السنن من خلال هذه السنة، سنة الاستخلاف، ولذلك يستخلفه حتى على أمواله. الإنسان خليفة الله حتى على المال، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين عليه. أنت مستخلف على الأموال، هي الملك الحقيقي لله، الملك الاعتباري، الملكية هذه للإنسان. فتسري شرايين الاستخلاف في كل أفعال الإنسان، هذا معنى أنه خليفة لله. أما أن له سلطة على الآخرين هذا لا يكون إلا للخليفة الذي بدأ بشكل فردي، يعني الذي عينه الله وأرسله الله، هذا إلى وصاية وولاية على الناس وعلى الآخرين. الآن قد يكون لغيره ولاية بمقدار من المقادير، هذا أمر آخر. إذن عدنا مسألة سنة الخلافة من قبل الله، والإنسان هو خليفة الله. عدنا أمر ثاني، هذه ترتبط بالقيادة في الواقع، هذه سنن اللي نتعرض لها الليلة وليلة غد، هي سنن مرتبطة بقيادة الأئمة أو قيادة الأنبياء أو قيادة المعصومين. فمن ضمن هذه السنن في هذا الإطار، وهو إطار عدم الاستجابة، يعني تتقلص الخلافة والاستخلاف في شخص الوصي أو الإمام، والمجتمع ما يتجاوب أو يتجاوب في البداية ثم يرتد على أعقابه ينحسر، كما حصل مع هذه الأمة اللي عبر القرآن بصريح العبارة أنها انقلبت على أعقابها في مسألة شنو؟ اتباع الخليفة إلا الله نصب إليهم.
وما محمد اللهم صل وسلم لذكره شرف الصلاة بأعلى الأصوات اللهم صل على محمد وآل محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم. تفسير الشيعي إلى الآية أنه ترك إمامة أمير المؤمنين هذا انقلاب على إيش؟ على الأعقاب. وهذا معنى أنه انحسرت الخلافة الجماعية تقلصت. هنا ماذا يحصل؟ هنا تجي سنن كثيرة لكن السنة الواضحة هو سنة الاستبدال، يعني الله يستبدل الناس بناس آخرين، وهذا مضمون آيات. أكتفي بآية ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخره. هذا نسميه سنة شنو؟ الاستبدال. يأتي بقوم آخرين كما يقول في آية أخرى ثم لا يكونوا أمثالكم، ما يصيروا أمثال هذه الأمة. هذا جيل جديد الآن في يعني يأتي بشكل أفقي أو يأتي بشكل طولي، هذا جيل آخر يستبدل الله أولئك بهؤلاء. في أثناء الاستبدال يعني من الاستخلاف إلى الاستبدال هناك أطوار يمر بها هؤلاء الناس، منها طور تجميد قيادة المعصوم الخليفة الفرد الذي الله جعله خليفة يجمده نشاطه يجمد، لأن مستوى الانحراف بعد لم يصل إلى مستوى اغتيال هذا الشخص وقتله وتصفيته، فيمارس دوره بشكل شنو؟ بشكل نعم قصير، بشكل أيضا مو واضح، مو بشكل ظاهر، بشكل خفي يمارس قيادته عند جماهيره وعند من يعتقد به، وقد يكون بشكل شنو سري. هذا يقال له تجميد القيادة، كما جمدت قيادة أمير المؤمنين من بعد الانقلاب على الأعقاب إلى حين 5 سنوات في آخر عمره رجع يحكم الناس كقائد عن رسول الله، وإن كان الناس ما تنظر إليه أيضا بهذا المنظار، مو كلهم ينظرون إليه على أنه إمام معصوم خليفة رسول الله الفرد المنحصر. كذلك حصل مع الحسن بعد شهادة أبيه حكم أشهر ثم بعد ذلك جمدت وصار في المدينة ويمارس نشاطه كقائد ومفسر للدين وشارح للدين وشارح للنصوص وموجه لكن بمقدار ضيق. هذا معناه شنو؟ تجميد القيادة قبل الاستبدال. ثم بعد ذلك إذا لم تجمد هذه القيادة على الأقل تهاجر من الموضع الذي هي فيه، تهاجر كما هاجر رسول الله محمد اللهم صل وسلم عليه. إلى وين هاجر رسول الله؟ هاجر إلى المدينة، كما هاجر الحسين من المدينة إلى وين؟ إلى مكة، ثم من مكة إلى وين؟ إلى كربلاء. هذه هجرة، القيادة تهاجر غير مجمدة، الآن يمارس نشاطه صحيح في حالة ضيقة لكنه في حالة هجرة، وفي أثناء الهجرة يمارس هذا النشاط. أعدنا سنة أخرى للقيادة أنه تختفي القيادة، تغيب، الله يحجبها يسترها، وهذا حصل لأنبياء كثيرين منهم نبي الله موسى. نبي الله موسى وعد به يوسف بني إسرائيل، قال لهم راح يجيكم موسى ابن عمران، أعطاهم الاسم الأوصاف النسب، وراح يخلصكم بعد مئات السنين، يخلصكم من الفراعنة. صاروا الناس تستغل، كل واحد يسمي ولده موسى ابن شنو؟ عمران.
يقول أنا عمران ولدي شنو؟ موسى. صاروا يسمون بأسمائه. ليش؟ مثل ما الآن ناس قامت تسمي باسم المهدي ويطلع بعدين هذا ويقول أنا المهدي. في ناس الآن موجودين، وفي زمن الدولة العباسية المنصور سمى ولد المهدي وقال هذا اللي وعد به رسول الله، هذا المهدي اللي يملأ الأرض قسطا وعدلا. فصار استغلال نفس أيام نبي الله موسى. أيضا أيامنا هاليوم هم موجود ناس، موجود ناس يقولون إحنا إما إحنا المهدي وإما هذا اللي ويانا هو المهدي وإحنا تابعينه. موجود في العراق، انتشرت ما شاء الله، انتشرت في العراق في البصرة في غيرها. فإذا يدعي المهدوية باب أولى سهل عليه يدعي الفقاهة والعلم، يقول أنا فقيه والناس هم التابع وما تدري. الآن يساوون بين الثرى والثريا، آية الله السيد علي السيستاني فقيه ومرجع، ويجيبون بعض واحد يصفونه قامة قصيرة يصفونه ويا هذا الطود الشامخ، يصير هكذا. فالأخطر أنه صاير في الإمامة، أنه هذا يعامل معاملة إمام معصوم فيكون كلام حجة، فيكون الناس تلتفت. هذا حصل أيام نبي الله موسى. على كل حال الله أظهر نبي الله موسى وخلص بني إسرائيل، بس كان فترة موسى غائب عنهم، أصلاً ما يعرفون هو موجود لو مو موجود، موجود هذا ولد أو لم يولد، وولد في بشكل خفي وفي ظروف صعبة. لكن بعدين هم هاجر إلى وين؟ هاجر إلى، طلع من الشام وراح إلى نبي الله شعيب، وبقى فترة 10 سنين وقيل 20 سنة، مو 10 سنين 20 في قول. ثم رجع إلى وين؟ إلى مصر وإلى بني إسرائيل وخلصهم من فرعون، ظهرت القيادة. فمن هنا يقال الإمام المهدي فيه شنو؟ سنة من نبي الله موسى، هذه هي السنة. في سنن من الأنبياء كلهم، لكن فيه هذه السنة، سنة الغيبة والظهور وتخليص الناس مما هم فيه، يظهر الإمام الحجة وفيه هذه السنة. إذن القيادة قد تغير، تحجر، تستر، وقد تهاجر، وقد شنو؟ تجمد. هذه أدوار ما بين الاستخلاف وبين شنو؟ الاستبدال، يعني بين سنة الاستخلاف والاستبدال. في أثناء ذلك بين الاستخلاف والاستبدال، القاعدة والجماهير أيضا تمر بأطوار. مثلا تصير قاسية هذه القواعد الشعبية اللي ارتدت على أعقابها، يصير عندها قسوة، تقدم على الجرائم بشكل عجيب، كما يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم إلى آخره. هذا يصير إجراء تقسو الأمة، فتقتل رجالاتها، فتقتل أنبل من على الأرض، يصير القتل عندها عاد، يقتل الشباب، يقتل الشاب، يقدم باستخدام القتل، هذا قاسي من القسوة. أيضا يصير معرض لغضب الله، هذا قبل ما يستبدلهم من أجل تأذيبهم لعلهم يرجعون، يمرون بأطوار منها مثلا غضب الله، فباءوا بغضب من الله وكتبت عليهم الذلة والمسكنة. دولة بني إسرائيل تركوا قياداتهم، تركوا أنبياءهم، تركوا خليفة الله، فيستبدلوا، يصير استبدال. وهذا الذي بينه مولانا الحسين. أذكر شيء من سيرته والوقت شارف على الانتهاء، لأن أريد شيء للمصيبة، لكن يقول هذا أحد أصحاب الإمام الحسين قيس ابن غالب الأسدي، هذا يقول لما بويع
يزيد بالخلافة، بايع معاوية قال أنه ما بسوي ولدي خليفة، تعالوا باركوا إليه وبايعوا، صارت الناس تزحف إلى وين؟ إلى الشام. هذا يقول قلت في نفسي ليش ما نروح إلى ابن بنت رسول الله، الناس تروح منك احنا نروح مني على المدينة، نروح إلى الحسين إلى القيادة الربانية اللي الله جعلها سيد شباب أهل الجنة. يقول فقلت لأخي عبد الله الأسدي فوافق أيضا، قلنا لأهل بيتنا قالوا نروح للحسين، وقلنا لجماعة من قومنا هو من بني أسد، يقول قلنا أيضا لزر بن حبيش، زر بن حبيش هذا اللي تنتهي إليه قراءة أمير المؤمنين للقرآن اللي يتابع قراءات السبع أو غيرها، هناك من ضمن القراء زر بن حبيش وعبد الرحمن السلمي كلاهما أخذا قراءة القرآن عن علي وجعلاها في نعم في تلميذ وهو حفص، وحفص من ضمن تلامذته هو نعم عاصم أبو النجود. هذه القراءة قراءة أمير المؤمنين تنتهي إلى علي سلام الله عليه، مثبتة في المصحف الآن، تقرؤون في المصحف آخر شيء يوجد يقول لك هذه القراءة إحدى القراءات التي تنتهي إلى علي بن أبي طالب بواسطة عبد الرحمن السلمي وبواسطة أيضا من؟ زر بن حبيش اللي هو يقول أنا قرأت القرآن من أوله إلى نهايته في مسجد الكوفة على علي بن أبي طالب. هذا أمجد، وشخص تعرفونه كثير وهو هاني بن عروة، هذا من الشخصيات الشيعية الكبرى. جو المدينة يقول هذا الأسدي قيس، يقول طرقنا الباب طلعت الجارية فقلنا لها استأذني لنا على ابن بنت رسول الله مولانا الحسين وقولي إليه في موالب الباب جايين إليك من مواليك من محبيك، فاستأذنت لهم دخلوا. قال لهم الحسين ما الذي جاء بكم في غير وقت حج ولا عمرة؟ قالوا حبك يا ابن رسول الله، فإن الناس ذهبت إلى هناك وجئنا، ملخص الذي ذكرت، وجئنا إليك يا ابن بنت رسول الله. قال والله، ملخص الرواية أقسم عليهم يعني بالله أنتوا جايين هكذا مو شي ثاني، قالوا والله. فقال لهم ثلاث مرات أبشروا أبشروا أبشروا، ملخص الأمر. قام الحسين استأذن قال لهم تأذنون لي أن أقوم؟ قالوا أذناك يا ابن رسول الله. قام توضأ فصلى ركعتين ثم عاد إليهم، فسأله أحدهم غير هاي الأسماء اللي ذكرتها وهو ابن رويع، سأل الإمام الحسين سلام الله عليه، قال له يا ابن بنت رسول الله إن للحواريين علامات، حواري عيسى بن مريم، فهل لكم يا ابن رسول الله علامات مثله؟ فقال له إنا علامات الإيمان في بيت الإيمان، إحنا مو إلينا علامات، إحنا علامات الإيمان، الإيمان لا يعرف إلا بنا، نحن علامات الإيمان في بيت الإيمان، من أحبنا قبل الله عمله ونفعه إيمانه، ومن أبغضنا لم يقبل عمله ولم ينفعه إيمانه، من أحبنا دخل الجنة ومن أبغضنا دخل النار. هذا بينه الحسين. قال له حتى وإن دأب ونصب، دأب يعني اشتغل كثير بالعبادة يصلي وصوم، هذا بعد يروح النار وهو ما يحبكم، نصب يعني تعب من النصب، قال لي وإن صام وصلى كثيرا، يصوم ويصلي، أتحجى وياك عن العبادة، إذا يبغضنا ما يروح الجنة. هذا كلام من؟ كلام الحسين حسب هذه الرواية، ما حد يقول من المسلمين من الشيعة ومن غيره يقولون إلا يبغض أهل البيت مكانه وين؟ النار، ما حد يختلف إلا يبغضهم. الآن فرق بين ينصرهم وبين يبغضهم، ولذلك ما أحد من المسلمين إذا هو مسلم يقول أنا أبغض والله أهل بيت رسول الله، فهذا الحكي واضح متفق عليه.
البغض شيء والقول بإمامتهم شيء آخر. احنا نتكلم عن البغض المجاهر بعداوتهم، هذا بعد تريد يروح الجنة؟ أكيد ما يروح الجنة. زين قال الإمام الحسين إهني توجه إلى بيان سنة الاستخلاف والإمامة بضرس قاطع، قال له إنا مصابيح الحكمة، إلى أن قال بنا يفتح الله وبنا يختم لا بغيرنا. وهذا يذكرك بمصيبة هذه الليلة التي تقرأ في دخول الحسين على الوليد، هناك كلام مشابه للحسين بعد أن تكلم معه في كلام طويل عريض، قال له أيها الأمير إنا أهل بيت النبوة ومنزل الوحي ومعدن الملائكة ومختلف الرحمة، إلى أن قال بنا فتح الله وبنا يختم. أحد معاني فتح الله بهم وختم بهم أو يختم بهم، أحد معانيها هذا المعنى اللي يذكره بعض العلماء لما يمر بالسيرة يحللها، يقول معنى الفتح يعني أنهم لما كانوا أنوار حول العرش وكل الأنبياء توسلوا بهم في رفع مشاكلهم، في تغلبهم على أعدائهم، في قضاء حوائجهم، في طلب توبتهم، الآن بمعنى ترك الأولى، كلهم رجعوا إلى من؟ إلى هذه الأنوار المحدقة بعرش الله وعلى رأسها نور نبينا محمد. الله صلى وآل محمد. فيقول بنا فتح الله، فتح يعني هم أبواب لفتح شنو؟ لفتح هذه الأمور المعنوية إلا منها الدين. وبنا يختم يعني إشارة إلى الإمام الحجة المهدي عجل الله له الفرج، قائم البيت محمد، هذا به يختم الأمر، يعني سيرة الأنبياء وأهداف الأنبياء يحققها بقية الله من آل محمد مولانا الحجة المنتظر، وبنا يختم. ولذلك رفض البيعة وقال هاي البيعة مثلي لا يبايع مثله، مثل الحسين إلا هو خليفة من الله، بدأت به لأن الخلافة قلنا تبدأ فردية، بدأت به خلافة الفرد على أساس تتوسع، ولكن هؤلاء تركوا خليفة الله بل قتلوا خليفة الله. فيقول لي مثلي لا يبايع مثله، ترك البيعة، قال إلي مروان، قال للوليد، قال لي ثلاثة أمور، إما أن تحبسه وإما أن تضرب عنقه وإما أن يبايع، يعلن البيعة الآن يبايع. فغضب الحسين وصرخ وكان على موعد مع من في الخارج من بني هاشم، إذا ارتفع صوتي فهجموا ولا تستأذنوا، هجموا في الدار ولا تستأذنوا. من الموارد التي يباح فيها عدم الاستئذان ودخول الدار، هذا أمر المعصوم وحفاظ على روح المعصوم وهو أهم من كل شيء. فمن هنا نعم قال له الحسين رافعا صوته ويلي عليك يا ابن الزرقاء، ذاك كان يتكلم عن الحسين كلام مشين ويقول إن فاتك الثعلب فلا ترى إلا غبارة، رد الحسين له رد لكن مسكت، قال له وكانت من أصحاب الراية، قال له ويلي عليك أأنت تقتل أهو يقتلني أم أنت يا ابن الزرقاء؟ هذا ابن الزرقاء صاحبة الراية. فمن هنا هجم أولئك وخلصوا الحسين، هجم بنو هاشم الحسين كما تعلمون. هذا يعني في مثل هالليلة عندنا مصائب عديدة تقرأ، منها الحسين جاء ونعم في مسجد رسول الله واحتضن قبر جده،
هومت عيناه وشاهد ما شاهد، أي مصيبة تقرأ منها مصيبة وداع لأمه الزهراء، بعد يترك دياره وما يعود، وداع لأمه الزهراء، وداع لأخيه الحسن بعد أن ودع جده رسول الله. ثم جاء إلى الأحياء بني هاشم، طلعت عمة أم هاني تودعه، وطلع مجموعة من نساء بني هاشم، وأمرهم الحسين بالسكوت وخفض الصوت، فقالوا لمن ندخر النياح؟ من هو أحق بالنوح منك يا أبا عبد الله؟ لمن ندخر النياح؟ تقدمهم أم هاني عمة الحسين سلام الله عليه، بعد من ضمن من ودعهم العليلة، توقف عند شيء من مصيبتها، وإذا بالحسين يودعها ويخرج معه من يخرج من البنات والرجال وأبناء العمومة، لكن ليس في الحسبان أن يأخذ تلك العليلة. فقالت له: يا أبا، أراك أخذت كل إخواني وأخواتي ولكنك لم تأخذني. قال لها: بني، إذا استقر بنا المقام أرسلت لك عمك العباس أو أخاك علي الأكبر يأخذك إلينا، ولكن قلبها أحس بالخطر، ولما مشت القافلة ودعتها بدموعها الجارية ودمعاتها الساكبة وهي تقول: في دعة الله، في أمان الله، وإحنا أيضا ويا هذه العليلة لنرى عواطفها المشبوبة. الهاشم شالوا عن وطنهم، وظل خالي حرم جدهم، بعدهم شالوا بليلهم وابعد ظعنهم، ولن صوت العليل بقلب محته. يا هلنا يا هلنا دريض للعليل، يا هلنا فراقكم ما له حيلة، يا هلنا بعدكم ترى ما نام ليلة، وعيني من بعدكم دوم تسهى. يا ويلي بك ونادى: يا فاطم اش بيدي؟ يا ويلي بك ونادى: يا فاطم دردي دردي للمدينة وطن جدي، ولابد ما يجي يمك مخبر، ولابد ما يجي يمك مخبر. وبقيت فاطمة العليلة حبيسة الدار، فكلما جاء وافد على الباب ذكرت أباها الحسين ونادت: وابتاه وحسينا، لحد يا ابويا وقفتي بابك الوفاد، ناخت ركايبها على جاري المعت، أصبح أنا وامسي تسامرني همومي
بالنوح دايم والفكار ينقضي والليل لو هود علي حاربت نومي وكل ما يمر يوم الحزين يا كرامي يزده ما هي مروة يهل ليم رواد قطعوا مكتوب ما يوصل ولا طارش تودوا تبقون للتالي سفركم لو تعودوا كل ما يمر يوم الحزين يا كرامي يزده كل يوم اقول اخبار اعيد عليك البيت كل يوم اقول اخبار تلفي عن سفركم لو طارش بمكتوب يشرح لي خف مدري آيس يا هلي لو انتظركم طالت المدة وبالخطر حسيت يمجى من يوم سفرتكم يا ابويا مواعديني خلون واحد من بني هاشمي شنكم نسيتوني وحيدة تاركيني ويا يا بالدهر يمشي بالعناد آه وما الهيج لوعتي وحتى القلب ذا وحتى راسي قبل المشي براسي تراشى أما غراب نوح لو وافد على الباء يصرخ يا هل هالبيت راعي البيت يصرخ يا هل هالبيت راعي البيت معه نوب أقول الطير بالصدفة نعيبة ياهو خبر مشوم يتعنوي ونوب أقول بهالسفر مدري شو صيبه ونوب أقول بهالسفر مدري شو صيبه عزنا وقانون الجفا بالقلب وقاد آه وبقيت تنتظر وترقب مجيء الحسين والحسين في مكة ها لكن بعد أيام وإذا في مثل هالأيام تسمع إن الحسين وين راح طلع من مكة وراح إلى كربلاء يقولون كسرت قلب أحد الأعراب مر على بيوت الحسين وسمع أنينها فأخذ كتابا منها وصل به إلى الحسين في يوم العاشر الحسين بين الصفوف وإذا هذا مرسول قد جاء من قبل العليل آه مرسول جب خط العليل للغاضرية شاف الصبط مفرود بين جنود ومي طبوا تدنى يم ابو سكنه حيا اويلي ايدك على صدرك دقائق واسالك الدعاء
طبوت دم يم ابو سكنة وحياه مفروض شافه والعساكر تزحف احداه ومصرع رجاله عني شماله ويمناه سلم لك تابو بدله التحية سلم لك تابو بدله التحية رد السلام وقال جيتك يا فتى منين قال لي أنا من أرض طيبة ترى مرسول يا حسين ببيوتكم حرمة غريبة انتم خلين فانهل بيك والنوحي كل صبح ومسيا فانهى البكا والنوحي كل صبح ومسيا تشكو من الوحدة الجفا ما حظل من بني هاشم معها إلا عمها محمد بن الحنفية تشكو من الوحدة الجفا وتكثر عتبها تختنق بالعبرة ويسبقها نحبها تصيح الغصاص كلها على يده ذبها أمسي أنا وانعى باوطان خلية أمسي أنا وانعى باوطان خلية هلت دموعا وجبت حسرة وفض الكتاب أويني هلت دموعا وجذب حسرة وفض الكتاب يم جسم الأكبر والقلب من الوجد ذاب قل لي يا نور العين دين نضع عنها لترايا واسمع كلام مختاك وعتبتها علي واسمع كلام اختاك وعتبتها علي رد واسمع كلام اختاك وعتبتها علي رد لي الشريعة والقلوب من الوجد مشبوب قل لي يا عباس انتبه عاين يا مهيوب من بنت اخوكم يا عزيزي جاي مكتوب تنتظر رجعتكم ورجعتنا سويا تنتظر رجعتكم ورجعتنا سويا تنتظر رجعتكم ورجعتنا سويا لرد للخيام يصيح زينب يا حزينة طارش وصل بيد سلام ابني المدينة
من فاطمة وتعتيب من اللوعة علينا الظن نسيناها وما تدريش القاضي.